وللمزيد حول المستجدات الأخيرة في قضايا الطارمية شمالي بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي محمد عبد الكريم من الطارمية. أهلا بك سيدي. محمد هل تسمعني جيدا؟ نعم أسمعك جيدا. نعم أهلا بك محمد. كيف تبدو الأوضاع اليوم في طارمية؟ اليوم الثالث على التوالي تشهد طارمية حصارا شانقا وفرضا تاما لحظر التجوال، يمنع من انباسا خروج الاهالي من بيوتهم الى الاسواق، ناهيك عن خروجهم الى خارج القضاء والى القرى والارياف للتبضع. الجيش والقوات الحكوميه الاخرى التي موجوده بكثافه في شوارع الطارميه وقراها وارياتها تمنع سكان المنطقه من الخروج الى الشارع العام باتجاه بغداد او باتجاه صلاح الدين، وتمنع مرور وتحرك السكان بين الاحياء والقرى والارياف. الجيش قطع اوصال المناطق وجعلها كانتونات اليوم الثالث على التوالي. الطرق مغلقه، الاسواق مغلقه، المحلات مغلقه، والمساجد والمدارس مغلقه كما هي مغلقه منذ 3 أو 4 أشهر. سكان المنطقه بدات المواد الغذائيه تنفذ عندهم في البيوت وفي المحلات، الوضع مزري للغايه. الجيش يتحشد والقوات الامنيه الاخرى تتحشد في القضاء على تخوم المنطقة، المنطقة محاصرة بالكامل، ولا نعلم ما هو المخطط الذي أوكلت له للجيش تنفيذه. الجيش بآلاف الحمرات أو آلاف السيارات والعربات الأخرى بكل صنوفه، والشرطة الاتحادية يرافقها الشرطة المحلية وشرطة الطوارئ وأصوات وعدد كبير من عناصر الحشد الشعبي او الميليشيات الولائية. يعني هل تؤكد بان هنالك فعلا تعزيزات عسكريه تحتشد في القضاء؟ نعم واضحه جدا للعيان، القطاعات مستمره بالدخول الى الطارميه، التعزيزات مستمره بالقدوم الى الطارميه، مع انه مساحه القضاء ليست كبيره ليست شاسعه جدا، لكن القضاء محاصر لثلاثه ايام، ومع ان حادث الاغتيال الاخير حدث خارج القضاء بثلاثه او اربعه كيلومترات، الا ان القضاء محاصر مع الارياف والقرى والبساتين التي تحيط بالقضاء. القوات الحكوميه تغلق وتمنع خروج ودخول اي انسان اي كائن حي الى هذه الاحياء. نعم. التعزيزات مستمره، ويخشى اهل الطارميه من شن القوات الحكوميه عمليه عسكريه لا سمح الله تؤدي الى اعتقال المئات من الشباب. لحد الان مصادرنا تؤكد اعتقال اكثر من 50 الى 60 شخص من مناطق الطادي والزور، المناطق التي تحيط او تسمى مناطق شمال الطارميه او جنوب الطارميه، جنوب غرب الطارميه التي تحيط بالطارميه والتي هي قريبه من مكان الحادث الاخير. نعم، في ظل هذه المستجدات الاخيره وهذه التعزيزات العسكريه وفرض حظر التجول، كيف يبدو وضع الاهالي في الطارميه وكيف يؤمنون احتياجاتهم اليوميه؟ الجيش والقوات الحكومية منتشرة في كل أزقة وأحياء المنطقة. الطارمية مدينة لكنها ليست المدينة الشاسعة، الجيش ينتشر في كل حي من الأحياء ويمنع المتبضعين ويمنع أصحاب المحلات من فتح محلاتهم وبيع ما عندهم من المحل من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والخضار. أعتقد المواد أغلب المنازل بدأت تنفذ فيها المواد الغذائية، ونحذر من كارثة وشيكة إذا ما استمر حظر التجوال على الأشخاص وعلى عربات الخضار الدخول إلى المدينة. نحذر من كارثة مجاعة إنسانية إذا ما استمر لعدة أيام هذا الحظر. شكرا جزيلا لك محمد عبد الكريم الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الطارمية.